التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي. نؤكد للهند بأننا جاهزين للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي لتوافق جهود جميع دولنا وجميع الدول المحيطة بنا وجميع الدول المحيطة بالهند للتقارب ولعب دور أفضل لبناء مستقبل جيد، مستقبل مميز وأكثر أمانا للمساهمة بنهوض دولنا. أشكر دولة الرئيس على الحفاوة وعلى العمل الرائع وعلى الدور الإيجابي الذي لو لم يكن موجود أستطيع أن أجزم بأننا نستطيع أن نحقق أي شيء في التعاون السعودي في مجالات متعددة تفوق 100 مليار دولار للسنتين القادمة. نريد أن نعمل كحكومتين لكي نضمن تحقيق هذه الاستثمارات وتحقيق عوائد نافعة لكلا البلدين.